بكفي سن سكاكين لازم تسنوا قوانين، هذا هو الشعار الذي أطلقته المؤسسات النسوية خلال اعتصام نظمته جمعية المرأة العاملة لتنمية أمام مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله للمطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف. كتير حالات عنف عم بتصير حاليا، وبستغرب الشخص اللي بيشوف انه الموضوع فيه تزايد. المشكله في امور صعب تنردع الا بوجود قانون يمنعها. هذا القانون بشكل رادع لبعض الاشخاص من داخل الاسره للاسف انهم يتعرضوا لاشخاص اخرين سواء نساء او اطفال جوا هاي دائره الاسره. طبعا هذا القانون بيمكن الشخص المعتدى عليه من انه يتوجه لاي محكمه او للشرطه او للجهات المعنيه فإنه يأخذ أمر حماية. لا نريد أن توضع المسودة في الجوارير كما جرى مع مسودة قانون العقوبات، يجب أن يكون هناك إرادة سياسية لحماية النساء. وتشير إحصاءات المؤسسات النسوية إلى ارتفاع ظاهرة العنف ضد المرأة، فقد استقبلت جمعية المرأة العاملة على سبيل المثال خلال الربع الأول من عام 2017 222 حالة معنفة، إضافة لقتل 32 امرأة في فلسطين خلال العام ذاته على خلفيات مختلفة وخصوصا ما يسمى بشرف العائلة. احنا كأخصائيين نفسيين واجتماعيين في موضوع الحماية بنواجه كثير مشكلة مع المؤسسات الشريكة، مع الشرطة، مع المحافظة، مع المؤسسات الـNGOs، انه في امور بنعجز عن حلها او قضايا بنعجز عن حلها بسبب عدم سن هاي القوانين، مثل المراكز الإيوائية، قديش مراكز إيوائية آمنة في كل محافظة، مثل يكون كوادر مهنية قادرة انها تتعامل مع هذا النوع من انواع العنف. عشان هيك في قضايا كثيرة احنا شائكة في تدخلنا مع الأسر المعنفة. ووجهت المعتصمات رسالة إلى نواب التشريع تطالبهم بإنصاف المرأة قانونيا في ظل مجتمع ذكوري تعاني فيه المرأة على مستويات مختلفة. في ظل الواقع اللي بعيشه المجلس التشريعي لا يوجد هناك أي تقدم فيما يتعلق بقرار القوانين سوى بقرارات بقوانين التي يقوم بإصدارها السيد الرئيس. نحن ندعو وأنا أدعو باسم نواب إلى إنهاء الانقسام، إلى إعادة عودة المجلس التشريعي للعمل بالوضع الطبيعي حتى يتم القيام بالوظائف الموكلة له، أو الدعوة وإجراء انتخابات حقيقية. يذكر أن فلسطين وعلى المستوى الدولي مطالبة بإنصاف المرأة ووقف جميع أشكال العنف بحقها، إضافة لتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، خصوصا بعد التوقيع على اتفاقية سيداو الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. نزار حبش، تلفزيون وطن.